السلام عليكم. اليوم جبت لكم بنغالو للكراء في مانيسما المحمديه، وهذا البنغالو يقدر يجيو فيه حتى ثلاثه العائلات او لا، يعني لان فيه تقريبا واحد سته لي شومبر بلا كويزين وبالحمامات وبكل شيء. المهم اللي مهتم بهذا الكابانو ولا هذا البنغالو ما عليه الا يتصل بالرقم اللي غادي نخليه لكم في اخر الفيديو.